اساسي يا غنى وضحوا وفي اطار وضوح. احنا ماشي فوضويين، احنا ماشي وطراس ديال الجيش، احنا الطلبه خرجنا في مسيره سلميه. اقسم بما تؤمنون واقسم بالله انه تخلي وطن الى تقصي الطوموبيله ولا الى دار الشجاج غادي تحملوا فيها المسؤوليه. احنا ما خرجناش باش نديروا الفوضى، ما خرجناش نهزوا الطوموبيلات، ما خرجناش نهزوا الشجاج، ما خرجناش نضربوا هاد الاجهزه القمعيه اللي كيضربونا. وكنقولوا لهاد الاجهزه القمعيه تنتوما الابناء ديالكم في كندا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.